من غير المفاجئ أن يكون التركيز كله عليه اليوم. البداية القوية والتألق الكبير اللي ظهر فيه في الدوري تجعل الكل يترقب من المزيد. دقائق قليلة تفصلنا عن بداية المباراة، كونوا معنا على الموعد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم الأجواء جميلة والطقس مثالي في ملعب المباراة. معكم المعلق فارس عواض مشاهدينا الأعزاء، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. في ظل هذه الأجواء الحماسية المثيرة، الكل متحمس هنا لمشاهدة مباراة كبيرة. مباراة اليوم نريدها كبيرة، نتمنى بأن تكون فيها الإثارة حاضرة من البداية حتى صافرة النهاية. نريد أن نستمتع بهذه المواجهة لأقصى درجة ممكنة. يتقدم إلى الأمام. لكن الخطورة بتنتهي على عكس ما توقعنا. مساحة موجودة على الأطراف. حرفية تصل في وسط منطقة الجزاء. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. يا الله، هدف مبكر للست دقائق الأولى. انظر إلى الشباك، أي بداية، أي إثارة، أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا ومتابعينا. النتيجة 1-0 الآن. تدخل وكرة تبعد. كرة خطيرة على المرمى. كان يبحث عن هدف آخر، لكن حارس المرمى يتصدى ببراعة. ضربة زاوية الآن. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط 18. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. فرصة خطيرة في هذه اللحظات. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. يبدو بأن لدينا الآن هدف في مباراة ويست هام. الهدف الأول لمصلحة ويست هام، وقد سجل هذا الهدف اللاعب مانويل لانزيني. الهدف جاء من رأسية رائعة كانت سبباً في هذا الهدف. النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء، وذلك بعد مرور 18 دقيقة لعب. إذن كانت هذه آخر التطورات من الملاعب الأخرى. تمركز ساعد كثيراً في قطع الكرة. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. فرصة لإرسال كرة عرضية. فيليب كوتينيو. فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. أضاعوا الكرة. كيف يقرا الملعب بشكل مميز. استحواذ قليل على الكرة من جانب أصحاب الأرض. أن تكون الطرف الأقل استحواذا ليس كارثة طالما أنك متفوق ومتقدم في النتيجة وتعرف كيف تطبق أسلوبك على أرضية الملعب. ما فائدة الاستحواذ إذا كنت لا تعرف كيف تصل للمرمى وتسجل. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. نجح في إبعاد الضربة الركنية. كوتينيو. ضغط متقدم، استخلاص الكرة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. الدفاع لازم يتراجع لمنطقته للتصدي لهذه الكرة المرتدة. يا رباه، كرة في القائم. كانوا
قريبين من توسيع الفارق، من تقدمهم في النتيجة أكثر، لكن العارضة تصر على استمرار الإثارة في المباراة لأوقات أطول. المنافس يسيطر على الكرة، لاكازيت ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة بعد ما أبعد الكرة الخطرة الأولى. حارس المرمى ينجح الآن في مساك بالكرة ويحافظ على التألق في هذه الهجمة. إذن دقيقة واحدة يحتسبها حكم المباراة كوقت بدل ضايع. فيليب كوتينيو، اعتراض هنا ينهي الخطورة. الشوط الأول ينتهي 1-0. ينطلق الآن الشوط الثاني لهذه المباراة مع ضربة البداية. فرصة خطيرة الآن في المرمى، الله على الروعة، هدف آخر يوسع الفارق لهدفين، تقدم مستحق في النتيجة. متابع إعادة الهدف من جديد، خطأ كبير من الدفاع بسبب الفقدان غير المقبول للكرة في الثلث الدفاعي أمام المرمى. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. منافسة قوية الآن واندفاع بدني. كوتينيو، كرة جميلة من كوتينيو، والله على التمريرة، هدف تقليص الفارق، الفريق يقترب من العودة، هدف واحد كل ما يحتاجه في قادم الأوقات. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. بينية فيها خطورة، بيبعد الكرة بشكل ممتاز، تسويبة كانت في نفس المكان يتواجد فيه الحارس بدون أي خطورة. فرصة لكرة مرتدة سريعة، يبدو بأن لدينا الآن هدف في مباراة ويست هام. نعم، هدف ثاني لمصلحة ويست هام، وقد سجل هذا الهدف اللاعب مانويل لانزيني، وهذا هو هدفه الثاني في المباراة، هدف جاء بخطأ ساذج من حارس المرمى، والنتيجة تصبح الآن هدفين مقابل هدف، وذلك بعد مضي 59 دقيقة لعب. عودة مشاهدينا إلى المباراة الآن، مساحة أمام على الجناح من الممكن استغلالها، كرة عرضية هنا، رائع في قراءة الفريق الخصم. استحواذ كبير على الكرة من جانب الضيوف في هذا اللقاء، لكن نستطيع أن نقول بأنها سيطرة سلبية لا ممكن هذه، ممكن كرة التعادل، تصدي مثالي، تمركز ممتاز.
يساعد في قطع الكرة. فرصة التعادل بالضيع، كرة تخطئ المرمى. شوف المجهود في اللقطة الماضية، كادوا أن يصلون وسيصلون إذا استمروا بهذه الطريقة. ممتاز في قراءة اللاعب، تتحول إلى رمية تماس. مورغان سانسون، فرصة قد تشكل خطورة، لكن الخطورة بتنتهي على عكس ما توقعنا. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. الآن تأتي المساندة. حلوة من الدفاع، خلصها افتكاك الكرة السابقة. هجمة مرتدة الآن ممكن تشكل خطورة، والكرة تحتسب تسلل هنا. واضح غياب التركيز، كان يجب الاحتفاظ بالكرة قليلا والتريث قبل لعبها والبحث عن حلول أخرى للتمرير. إمكانيات الكرة العرضية، يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة، الحارس يخرج من مرمى لإمساك الكرة. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. ضغط متقدم على الخصم، بيهرب فيها من الرقابة. يا سلام على المهارة، الله على الضربة الرأسية، الله على التحليق، الله على الطيران. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم وإنهاء جميل بالكرة الرأسية في المرمى. هدف في منتهى الروعة. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. قد تكون هذه الفرصة، لكن فرصة لا تستغل بالشكل المطلوب. تنطلق صافرة نهاية المباراة معلنة عن فوز من نصيب أصحاب الأرض في لقاء اليوم. هجوم جبار يملك الفريق في هذا الموسم، يدمر دفاعات الخصوم ولا يبالي، يضرب في كل مرة ويقود للانتصار. اليوم تمكن من إبهار الجماهير كالعادة وحسم هذا اللقاء.